من هو العلماني؟ ليه؟ العلماني هو اللي يروح. هو العلماني، العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه. ما فيش حاجه اسمها دين. وكم الله على كيفه. بنتي تعمل اللي هي عايزاه. اللي هي عايزاه تمثل مشاهد اغراء. بص حضرتك، بنتي تعمل اللي هي عايزاه متى بقى عندها 21 سنه ومسؤوله عن نفسها. هي تصنع ما تشاء لان هي مسؤوله عن نفسها. ثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسه؟ ايه دخل الله بالسياسه؟ بعض العلمانيين يا فضيله الشيخ، ما دام قلت العلمانيين ده فيها الرد خلاص. اتكلم طويل. فبقول لك لو ربنا فرح لعن الستاء، لو خد 70% يا سال يحمد ربنا يحمد ربنا. I call on Morsi to appear on television to address the nation to announce that he's open to national dialogue. Who said that? Dr. Albarda, you said that, and you said it on Wednesday, and the very next day, that's exactly what President Morsi did, went on national television and called for a national dialogue about the Constitution, but you refused to go. You didn't take that outstretched hand. Why not? We are at a cross in the road. Either we're going a secular country, a secular country. لكني أشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بديني ويقول انا علماني. ما كذب 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 ولا تحصل. ضد الدين 1000 مره. ويعمل ولا يشوف شعب متدين. دول جهله ولا بيفهموا في دين ولا اي حاجه. وقاعدين عاملين لنا زي كفار قريش. هم دول كفار قريش مش العكس. عمرنا ما سمعنا كلمه تحرش جنسي الا عندما تغطت المراه في مصر. هؤلاء اسرفوا على نفسهم ويريدون ان تكون قضيه الدين كلها قضيه كذب، لان لو كانت صدق هيروحوا في داهيه. بتحب الست تبقى لابسه عريان مثلا ولا تبقى لابسه حر حشمه ولا ايه؟ هي حره، اللي يعجبها تلبسه. في مفاتن عندها بتفرجها للناس، هي حره. ربنا مديها نعمه مش بخيله بيها، بتفرجها للناس. يا اخي بس قله ادب. متخلفه بنت 60 كلب. يعني خد كده ونام، انبسط، اهيص، تقدر ترفص من السعاده. مفيش في السنه النبويه اي حديث شريف يقول تحجبي، مفيش كلمه تحجب دي حتى، كلمه التحجب مش موجود في القران حاجه اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها؟ ده الحجاب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وشوف كلمة وليضربن دي، شوف تعبير القرآن. الضرب ده ايه؟ الوضع بشدة. مش تجيب الطرحة كده وتعملها كده يعني بس عشان الهواء بس يعملها كده. ده تربطها ربطة كده على شملك ايه؟ وليضربن بخمورهن على ايه؟ الخمار غطاء الرأس. انت عمرو دلوقتي بتدعو الى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانيه مثلا؟ مش ده احكام اللي في الدين. هل دي الدوله؟ ما تقدرش تعمل كده في العصر الحديث. ليه ما تقدرش؟ ما تقدرش تعمل كده، هتنتهك حقوق الانسان وهتبقى خارج المجتمع المدني. يا دكتور وسام، هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟ لا، بني الاسلام على ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، والصلاة والصوم والزكاة والحج والصلاة والسلام. انت هتخليهم ستة بقى؟ هو ده الاسلام. لا، ما في احكام في الاسلام. أيوة بعد كده دي مالهاش علاقه بالدين الاسلامي. ليها حاجه ثانيه خالص. ليها حاجه ثانيه خالص. وان الذين يحاولون ان يقصروا الاسلام على الشعائر المعروفه والاركان الخمسه يريدون ان يعزلوا الاسلام عن حركه الحياه لصالح له. حاضر. يعني انت شايف تعظيم الاختيار موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق. ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي، انا مش شايف ان دوت في اي انا يا فندم بفهم. اسمع، انا عارف، انا بقول لك رايي بصراحه. هل تسمح لاختك ان تمارس الجنس قبل الزواج؟ ما عنديش مانع. ما عندكش مانع؟ ما عنديش حتى لو صار حمل من الممارسه. ما عندكش مانع. العلمانيين بالدين ما في حريه تعبير لو عندها. الدين خط احمر عند كل الناس. الدين خط احمر.